السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لبرنامج جرد الأصناف، نحن عاملين إضافة الصنف مثلا، وليكن رقم الصنف 10، اسم الصنف هنا كشكول، هنا الوحدة كشكول عدد، الوحدة الكبرى مثلا إيه دستة، وهنا ما يعامل 6 دستة 12، وبيعمل ادخال. احنا بقى عايزين نعمل ادخال، مجرد ما ندوس كلمه ادخال دي ينزل لي قايمه فيها الصنف اللي نزل دوت، وهيتعمل فورمات او تفريخ للجزء ده. احنا بقى عشان نشتغل في الجزء ده نعملها ازاي، احنا طبعا احنا ضغطنا على كلمه اضافه الاصناف اهي، تعالى هنا نشوف الاول اضافه الاصناف لما ضغطنا عليها ودانا لفين عشان يوصل للفورم. هنخش على سب فورم ونوصل للمكان ده، مكان اللي هو يبقى فيه ال ادخال الصنف، ادخال الصنف. هنحاول نصغر كلمة ادخال دي، ويعني ايه هنرفع سنة الجزء دوت، وهنا هنعمل اللي هو المساعد سب فورم، سب فورم مساعد اهو. هنشيل الحاجات دي، شيل شيل شيل، اتشالت. اول حاجة عند الادخال بعد تنفيذ الشروط كلها اهي، عند الكليك اهي، ده بعد الادخال هنفرغ. ايه هو بقى التفريغ؟ اللي هو الجزء ده كله من اول تيك الصفر واتنين وتلاتة واربعة وخمسة، يبقى تيك الصفر واتنين وتلاتة واربعة وخمسة، او صفر واتنين وتلاتة واربعة وخمسة لحد هنا، ده كله هيتعمل له تفريغ. هنا بتساوي نال، اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ماشي. تعالوا نشوف بعد ما ندخل الداتا ايه اللي يحصل. شنطة، هنا عدد الوحدة الكبرى مثلا كرتونة، الكرتونة ديت فيها 5 شنط، وبنعمل إدخال كده. عمل تفريغ لكن ما عمليش تفريغ في الحتتين دول، يبقى احنا محتاجين نعمل تفريغة لجزء اللي ايه الجزء الاتنين دول. هنخش مرة أخرى على المساعد تقريبا فورم واحد، هنيجي هنا هنشوف الاتنين دولت بتجز 71 بتجز 73، بقينا كده 71 و 73. طب ليه احنا ما عملناش الجزئيه ديت قبل الالس؟ لان هو كده هيفرغ لكن مش هيوت الداتا، يعني هو مش هيفرغ، هيفرغ هيفرغ في حاله لو الداتا مش مظبوطه، الداتا نفسها مش مظبوطه، لان الالس ديت قال لك خلاص اي حاجه غير كده يبقى الداتا مظبوطه،
هنا عملنا اتنين شرط عشان ضبط التكرار والكلام ده. هنيجي بقى هنا هنشوف دي مدريل كده ونبص. كرتونة كرتونة كرتونة، الكرتونة ديت فيها 50 كشك. احنا كده عشان احنا دخلنا على فورم واحدة على طول، احنا عايزين نخش من خلال النيجاتيف اسم الصنف كشكول وحدة أساسية عدد، وهنا الوحدة كده كرتونة تمام، ومعاه العدد الأساسي يعني الكرتونة دي فيها كام كشكول؟ فيها 100 كشكول. اسم الصنف موجود مسبقا ماشي، كشكول 100 ورقة، فكده داخل أمن الدخان. احنا بقى عايزين ترحيل الداتا ديت تنزل تتسقط معانا في الجزئية ديت، ويبقى عندنا حرية التعديل وحرية كمان اللي هي ايه الحذف، حرية التعديل والحذف. يبقى احنا كده عشان نخلص الجزئية ديت، احنا دلوقتي احنا هنا عشان نهمل الجزئية ديت لازم الأول نعرف الداتا ديت راحت فين، الداتا أو البيانات اللي كانت هنا اختفت ديت احنا وديناها لفين. بنخش على الإدخال ونشوف الأمر هيقول لك احنا بندخل الداتا أو الجزئية دي، احنا بنحول الداتا الى جدول اسمه دي اف. الدي اف هي دي وفعلا الحاجه دي مسقطه معانا اهي. طب احنا ايه المشكله اللي احنا هنعمل استعلام؟ هنعمل استعلام وهننزل الدي اف ديت وهننزل كل المتقطتين كده وينزل كله. هنشيل الزياده ديت مش مشكله وهنسيف. اصبح كده خد كام كويري؟ 5 كويري، 5 كويري 5. طبعا هنا نزلت بكويري 5، نفتح الكويري هتلاقي الكويري اهو. هنحول بقى الكويري ده لفورم اللي هو الشكل ده، موري فورم ده، هنختار دوت، هنشيل الحاجات اللي هي ملهاش اي لازمه دي، وهنحاول نضيق المسافه شويه بما ان احنا عربي يبقى الكلام فوق من ناحيه اليمين للشمال. يبقى هنا كود الصنف وهنا اسم الصنف رحل. بس احنا كده عايزين نشيل بقى الحاجات الزياده دي ونشيل الجزء ده. وطبعا هنا النجمه دي يعني اللي احنا قابل للضفه، احنا مش عايزين نضيف في الخانه دي. يبقى احنا هنشيل الحته اللي على اليمين ديت من خلال ديت والايه والحته اللي هي النجمه دي، وكمان الديتيون بتساوي نو اللاو الديتيون ان هو ما تضيفليش جديد على الفورم ده. كده هي هتسمى بجدول، اسم الفورم هيتسمى بكويري، يعني الفورم هيتسمى بالكويري. طب انت هنا في الجزئيه دي اللي هتتسقط دي انت عايز تتعدل مباشره في الجدول؟ لا طبعا مش عايز اعدل مباشره في الجدول. يبقى احنا كل اللي هنعمله ان احنا هنيجي ديزاين وهنختار ده وده 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 عدم التحكم بيه اللي هو enabled كده خلاص اتجمد. بس احنا مش عايزين علامه التجميد، علامه التجميد بيبقى فريني كده ولونها مطفيه. نبص عليها مش مشكله، هي بتبقى فريمنج في نظام الفريم. احنا عايزينها يجمد بس يخلي الشكل زي ما هو. يبقى نقف عليها كده اهو وهنخلي الليكويد دي هي بتساوي يس. طب انت دلوقتي هنا شايف في خط فريني وخط ابيض، خط فريني وخط ابيض، طب بتتحكم فيها ازاي وتتحكم في الوانها ازاي؟ بنقف عليها وبنيجي هنا شايفين دي هو كده متحدده على الفريم. لو عملتها مثلا احمر اصبح بقى احمر وابيض. طب انا عايز احمر واصفر،
بيخش بقى على الطرف التاني وتعمله لون الاصفر اللي انت عايزه، احمر واصفر، احمر واصفر. هنا المنظر مش حلو، احنا لازم نعمل شكل جمالي يليق بالالوان البرنامج نفسه، الوان البرنامج اللي هو ايه المحيط. اول حاجه بنخلي طبعا ده ابيض وهنا لون ابيض، تمام، ونخلي الكلام كله محاذاه ناحيه اليمين واللون الاسود، والجزء ده كله يتوسطن ويتعمل لون مشابه شويه بلون البرنامج، تمام كده. نعمل نختار الغام بتاعه، احنا كده شكل مؤقت، شكل مؤقت. طيب انت دلوقتي هنا الجدول ده بقى اسم كود الصنف واسم الصنف، ده ايه ده ايه ده يا سيدي؟ اللي هي الكميات. طب فين الوحده؟ الوحده الاساسيه اهي، هنيجي هنا نجيب طبعا الوحده الاساسيه، الوحده الاساسيه يعادل، يعادل هذه الوحدة الوحدة الكبرى. الوحدة الكبرى هيضاف هنا اهو، وهنا يعادل الأساسي 6، يعادل الأساسي، يعادل الوحدة الأساسية، يعادل الوحدة الأساسية 6. طب هنا هنضيف الوحدة الكبرى هنا الأول، وهنا يعادل الوحدة الأساسية. تعال بس نفهمها كده القصة، يعني هنا كود الصنف اسم الصنف اكراس، مثلا هنركز على اكراس الكلور دي، اكراس الكلور دي الوحدة الأساسية. يعني ايه الوحدة الأساسية؟ يعني احنا ضفتها في الجرد عندي بالوحدة دي، علبة ضفتها عندي في الجرد علبة. طيب انا عندي في الرف علب، علبة وكرتونة وعشرين ألف كرتونة، والكرتونة دي فيها علب، العلب دي اللي هي علب الاكراس الكلور دي. طب العلبة دي تمام، الكرتونه دي فيها كام علبه؟ فيها 6 علب اهي، يبقى الكرتونه في 6 علب. طب دي انا هستفاد انا ايه بقى من هنا؟ انا لما اجي ادخل الكميات هيضرب في الوحده الاساسيه وهيضرب في الكرتون. يعني مثلا لو في، يعني هيقول مثلا ايه 20,000 علبه بما فيهم مثلا 20 كرتونه، يبقى 20 كرتونه مضروبين في الايه؟ في السته، اجيب لك الرقم بتاعها ايه مكانها، مكانها في الرف. احنا مش عايزين نسبه الاحداث كده كده، ايه كل حاجه هتتفهم في ايه مع الشرح. هنيجي هنا هندفع ده شويه، هنرفع ده سنه، وعايزين يظهر البيانات في هذا الجزئيه، يبقى من خلال السورس اوبجكت يفتح لي اللي هو فورم كويري، بحيث يشوف لي الفورم كويري. طيب طبعا قبل بالشكل دوت وبالشكل ده، احنا كده كده اصلا هنعمل توسيع، شويه توسيعات. ايه هي التوسيع؟ اللي احنا هنقدر نوسع سنه شويه علشان البروان يعني ما بقاش فيه شريطين، على الاقل لازم شريط واحد بس، هو الشريط ده اللي يهمني. طيب انا كده دخلت او ما دخلتش، خش على الموضوع النيجاتيف او النيجاتيف هنا، صرف النظر دخلت او ما دخلتش راح اداني داتا، الداتا اداني الداتا تمام. انا عايز مجرد ما اعمل ادخال يجيب لي الاخر ما يجيبليش الاول، عشان احنا هنشوف واحده بنضيف نلاحظ ان الحاجه بتضاف معانا.
هنخش على وضع ديزاين ونرجع نطلع وننزل تحت سنة. احنا كده هنضطر ان احنا نخش على ديزاين ونقول هنا اهو هخش على كويري 5 هنزل طبعا الاي دي نقول له الاي دي هات لي من الاخر الى الاول. وبعد ما تعمل ادخال بعد ما تعمل ادخال اعمل لي التحديث ريكويري على دي. هنا دي اسمها ايه؟ اسمها شيلد. شيلد كام؟ شيلد 86. تعالى اعمل ادخال اهي مين بص احنا كنا اخر حاجه كانت كشكول. تعالى كده نضيف حاجه جديده يعني كرتونه فيها 3 شنط يعمل ادخال ما فيش حاجه زي ما انت شايف ما اتضافتش. طب لو خرجنا ودخلنا مره اخرى الشنطه نزلت. بس احنا دلوقتي اللي يهمني ان انا عايز الرؤيه تظهر في عند ايه؟ عند الادخال. نكشف على هذا الموضوع نبص ونشوف احنا مخطئين في ايه. هنبص هنا نخش ونشوف قلنا احنا اخطأنا اللي احنا عملنا ريفريش قبل التحديث قبل الداتا بتاعتنا. كلمه اي اي دوت ابديتد كما كلمه الحرفين دول تاليف يعني ايه؟ يعني مش اساسي. انت ممكن تسميها اي اسم، ممكن تسميها ام دي اس دي، بس لازم الاس دي دي تمام معرفه بالجزئيه دي، معرفه بالجزئيه دي تمام اللي هو خاص بالجدول. ماشي، يبقى احنا كده لازم نخلي الكلام ده بعد الايه؟ ارفاع البيانات. يعني الكلمه دي دوت ابديت يعني ارفاع البيانات، يعني البيانات خلاص اترفعت وتحولت للجدول ده. الجدول ده ماشي. تعالى نبص كده ونشوف تاني كده هنضيف صنف اخر قلم قلم اناكود اناكود يبقى الواحدة هنا ست دي الواحدة هنا قلم ألوان الواحدة سي عدد الواحدة الكبرى دستة عندي بالدستة ودستة فيها كام قلم؟ قول يا سيدي فيها 12 قلم. نعمل إدخال أهو ظهرت معانا إيه الجزء دي. في الحلقة الجاية هنعمل حتة إزاي نعدل على السب فورم ده وإزاي نتعمل تعديل. طب احنا هنعدل في ايه؟ ممكن نعدل اللي هو الدستة مش 12 دستة 6 6 عادي واحد وارد خطا بيحصل. طب ايه تاني ممكن نعدله؟ نعدله الواحدة الكبرى دي مش دستة، دي حاجة تانية غير دستة، يعني علبة كرتونة مثلا شنطة ونعدل ده. لكن غير المسموح ان احنا نعدله اللي هي الجزء اللي هو بتاع الكود ده كود الصنف، لكن ممكن نغير اسم الصنف برضه. ده ان شاء الله ايه اللي احنا ان شاء الله هننفذه في الحلقه الجايه باذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.